بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مدد يا رب، مدد بلا حصر ولا عدد، من الأمد إلى الأمد، من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، واجعلنا أحب خلقك إليك وإلى رسولك، وأسعد خلقك بك وبرسولك، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك، وأفرح خلقك بك وبرسولك، وأعلم خلقك بك وبرسولك، وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض فضلك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين. آمين. والحمد لله رب العالمين. نقرأ في بداية الهداية للإمام الغزالي. انتهينا في الأيام السابقة من المأمورات، وقد شرعنا في المنهيات، ترك المنهيات اللي هو الجزء الثاني من الكتاب، وهو ترك المنهيات. قال اجتناب المعاصي، قسم الثاني اجتناب المعاصي. وبعدين تكلمنا عن آفات اللسان وما يجب عليه في اللسان أن يحفظ اللسان منه، وقال فاحفظ لسانك من ثمانية أشياء، وذكرنا الأول الكذب، ثم ذكرنا بعد ذلك الخلف في الوعد، الثاني الخلف في الوعد، والثالث الغيبة أي والنميمة وما في حكمها، والرابع المراء والجدال ومناقشة الناس في الكلام، وهذا الذي سنقرأه اليوم. الرابع المراء والجدال ومناقشة الناس في الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: فذلك فيه إيذاء للمخاطب وتجهيل له وطعن فيه، أنك تجادله يبقى تنتقص منه بأنك أنت بتؤذيه أولا، وتقول ده جاهل أنا أعلم منك، وطعن فيه في حاجة. وفيه ثناء على النفس وتزكية لها، بتثني على نفسك وتزكيها، أنا أعلم منه وما إلى ذلك. وفيه أي في المراء والجدال ومناقشة الناس في الكلام ثناء على النفس وتزكية لهما، وتزكية لها، مش كده؟ أيوة. النسخة محرفة، ماشي، لازم نسخ تحريف النسخة زي الكتب برضه. ها؟ زي كتب سماوي برضه. لا، رغم مش كتب، مش دار الكتب العلمية دي. وتزكية لها بمزيد الفطنة والعلم، انك بتقول ايه ده انا عندي فطنة اكتر وعلم اكتر. ثم هو مشوش للعيش، فانك لا تماري سفيها الا ويؤديك، ولا تماري حليما الا ويقيلك ويحقد عليك، بل الا ويقليك ويحقد عليك. قال فانك لا تماري سفيها الا ويؤذيك، هيتطول عليك بلسان، يبقى هيهجم عليك بايه، بالشتم بالسب باي حاجه عشان ينصر نفسه، يبقى العمليه ما بقتش مساله علميه خلاص او علم يعني. ولا تماري حليما الا ويقليك ويحقد عليك. يقليك اي يهجرك يتركك خلاص، ما ودعك ربك وما قلى اي ما هجرك وتركك، ده معنى يقليك. حاضر هنشوفه. حاضر. إلا ويقليك يعني يهجرك ويحقد عليك، ده ما يكون حليم، ده حليم بس ما عندوش حلم، يعني ده في بداية الحلم، لأن كده هو وقع برضو أيضا في المفروض ياخدك على قد عقلك وما يحقدش عليك. طبعا كون أنك أنت انتصرت عليه بالمحجة وما إلى ذلك لا يحقد، بل يسلم. فالإمام الشافعي بقى من كبار يقول ما جادلت احدا على ان يظهر الحق على لسانه، بل رجوت الله تعالى ان يظهر الحق على لسانه خلاص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربل الجنة. طبعا اكيد الروايه غلط، عندك ايه؟ ربل الجنة وهو مبطل. طيب، من ترك المراء وهو مبطل اي يجادل عن باطل، المراء بمعنى المجادلة. نعم عندنا محك، ما انا بقول كده.
يصلح من طلق النداء امرأة وهو محق. مظبوط، انا حافظها كده بس ولسه عامل فيها بحث. يا الله، من ترك المراء وهو مقتل بنى الله له بيتا في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة. يبقى الأولى مبطل. يعني هو حق لكن ايه ترك ولا ايه؟ يبقى الأولى مبطل والثانية محق. ماشي كده، انت عندك الأولى محق في النسخة بتاعتك؟ اه. يعني الاثنين محق؟ اه. لا الأولى مبطل كده عشان الحد. أخرجه الترمذي. الحمد لله يرحمك الله يهديكم الله سبحانه. من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في الجنة، في ربض الجنة أي في وسط الجنة، في ربض الجنة يعني وسط الجنة. ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة. ولا ينبغي أن يخدعك الشيطان ويقول لك أظهر الحق ولا تداهي فيه. ولا تداهن فيه. مظبوط، ولا تداهن فيه. فإن الشيطان أبدا يستجر الحمقى إلى الشر في معرض الخير، فلا تكن ضحكة للشيطان فيسخر منك، فإظهار الحق حسن من مع من يقبله منك، وذلك بطريق النصيحة في الخفية لا بطريق المماراة. طيب، ولا ينبغي أن يخدعك الشيطان ويقول لك أظهر الحق ولا تداهن فيه. المداهنة هي المخاطبة للوصول إلى أمر دنيوي أو أمر بإبطال حق أو إحقاق باطل، دي معنى المداهنة. مقصود يكون أمر دنيوي في المداهنة وتكون فيها نوع من الإسراف، ممكن يصل هذا الإسراف إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، ده معنى المداهنة. ويقال وهي من أنواع المماراة أيضا، ومن أنواع المجادلة والمماراة والمداهنة بينهم تداخل، لكن في بقى ضد ذلك وأشياء مقبولة شرعا وحلو، وهي زي إيه الإيه مش فاكرين حديث بئس أخو العشيرة إئذان له، اسمها إيه؟ عندنا مماراة وعندنا مداهنة. مدارة. المداراة دي للوصول للحق خلاص، أو إبطال الباطل أو إحقاق الحق. فسيدنا عليه الصلاة والسلام استخدم المدارة لكن لم يستخدم المداهنة، فلما دخل عيينة بن حصن الفزاري على الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إن عينة بالباب، قال أذن بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة أذن له، رواه مسلم. فلما دخل ألان له الكلام، فلما خرج سيدة عائشة تعجبت، قالت يا رسول الله كنت قولتك ولما دخل ألنت له الكلام، قال إن من شر الناس من ودعه الناس اتقاء شره، أي تركه، ودعه هنا فعل ماضي من تركه، ودعه الناس اتقاء شره، فده من باب المداراة وده جائز شرعا، بل لأنه لمصلحة أخروية، لأن الرجل ده ببقاء إسلامه يسلم 20,000 مثلا، يفضل المسلمين لو ارتد يرتد معه 20,000، فالرسول كان يداريه لذلك، ولعل يحسن إسلامه، حسن إسلامه بعد ذلك قبل موته في عهد سيدنا عثمان. طيب، ولا ينبغي أن يخدعك الشيطان ويقول لك أظهر الحق ولا تداهن فيه، فإن الشيطان أبدا يستجر الحمقى إلى الشر في معرض الخير. إذن فإن للشيطان أدبا. لا، فإن الشيطان أبدا، صلح النسخ، يستجر أي دأبه دائما الشيطان يفعل ذلك، يستجر الحمقى إلى الشر في معرض الخير، ودي من طرقه اللي هو يتوصل بها، إذا لم يتوصل بتكفير الإنسان ها يجعله يرتكب الكبائر، إذا لم يجعله يرتكب الكبائر يجعله يترك الأركان، إذا لم يجعله يترك الأركان يبتدي يلتفت إليه في إيه، في الصغائر وفي ترك السنن والنوافل، وهكذا يسترق منه، لازم يسرق منه حاجة. طيب، فلا تكن ضحكة للشيطان فيسخر بك، أي يلعب بك ويسخر منك،
فإظهار الحق حسن مع من يقبله منك. لا، هي العبارة مش كده. إظهار الحق إنك ما تماريش، ما تجادلش، والمجادلة فيها نوع من الإسراف الزائد. يعني أنا بقولك الحق وقلت لك الحديث، خلاص مش هنقعد بقى نجادل، بس انتهى الأمر، قابلت قابلت، ما قابلتش مش هنقعد بقى أنت ترد وأنا رد وأنت ترد وأنا رد. يبقى دخلت في المماراة والمجادلة المذمومة، لكن في مجادلة مطلوبة، وجادلهم بالتي هي أحسن كما قال الله تعالى. خلاص. فإظهار الحق حسن مع من يقبله. لا، النية بتاعتك في إظهار الحق وإنك تقصد النصيحة، ها الدين أنصح، وذلك بطريق النصيحة في الخفية لا بطريق المماراة أي أمام الناس والمجادلة لإبداء كما نهى صلى الله عليه وسلم عن المتشدقون. خلاص. المتشدق لو بيتوسع في الكلام ويتفيهق ويعني يملأ بقه بالكلام كده ليظهر أنه عالم، أو ده اللي منهى عنه. لكن أنا قصدي إظهار الحق وبقول كلمة ردنا مرة اثنين، خلاص مش هنقعد بقى نماري ونجادل وإيه بالمعنى الباطل. وللنصيحة صفة وهيئة ويحتاج فيها إلى تلطف، وإلا صارت فضيحة. لحديث إيه، من نصح أخاه سرا فقد زانه، ومن نصحه جهرا فقد شانه، أي عابه، وكان فسادها أكثر من صلاح أكثر من صلاحها. لأن إذا أنت نصحت واحد في مجموعة من الناس نفسه تأبى قبول الحق، واضح؟ يقول هو بيتطول عليا أنا أحسن منه، لا أنا هعمل اللي أنا عايزه، وبعدين يبتدي إيه يدخل في إيه إبطال الحق أو إحقاق الباطل. ومن خالط متفقهة العصر غلب على طبعه المراء، بالغلبة غلب على طبعه المراء والجدال، وعسر عليه الصمت، إذ ألقى إليهم علماء السوء أن ذلك هو الفضل، والقدرة على المحاجة والمناقشة هو الذي يتمدح به، ففر منهم فرارك من الأسد. دول اللي هم بيقصدوا الجدال والممارة بغير حق، لكن قلنا أن فيه إيه، وجادلهم بالتي هي أحسن. واعلم أن المراء سبب المقت عند الله وعند الخلق. ده بيجادل كتير، الناس تأذق منه وهو غير مرغوب فيه عند الله تعالى. المراء والمجادلة والممارة بمعنى واحد، وهو إيه، أخذ طريق قد يكون فيه حرام قطعا وينصر الباطل، أو يعني أو يضيع الحق، خلاص إبطال حق أو إحقاق باطل، ده ممارة قطعا حرام. خلاص. ولكن لو كانت من باب بقى ايه ان هو بينتصر للحق، ها، بدون مع كثرة الجدال او يدخل في الشيء المذموم، لكن لو كان بينتصر للحق بشيء قريب ولطيف بدون منازعات وبدون تفوه وتفيقه وتفيهق وايه وتوسع، يبقى ده اللي مرغوب فيه ومطلوب شرعا. الخامس، تزكية النفس، فقد قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. تقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا، فالآن بتاعك وبتنصرها وتزكيها، ها، للنفس. فقد قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقيل لبعض الحكماء ما الصدق القبيح، فقال ثناء المرء على نفسه. الله الله، صدق ان ربنا انعم عليك بنعمه، بس ما ارجعتش النعمه لله، وبتفتخر بنعمه وهبك الله اياها وليست من عندك، زي قول قارون انما اوتيت على علم. ماشي، فاوتي على علم، لكن العلم من اللي جابه له؟ ربنا. فهو انك ايه لم يستحضر المعنى الشكر لله تعالى على نعمه، وانما استحضر معنى النفس القائمه والانانيه بتاعتها دي. وقد قيل لبعض الحكماء ما الصدق القبيح، قال ثناء المرء على نفسه، إنه إيه يشكر في نفسه. فإياك أن تتعود ذلك، أن تتعود ذلك، واعلم أن ذلك ينقص من قدرك عند الناس ويجب مقتك عند الله تعالى. طبعا، لأن الله تعالى قال فلا تزكوا أنفسكم، فإذا أنت زكيت نفسك يبقى وقعت في مخالفة أمر الله تعالى، فأنت هنا في هذه الحالة تكون إيه ممقوت، أي مغضوب عليك من الله تعالى. وينقص، أعلم أن ذلك ينقص من قدرك عند الناس. أما تعمل كده ده بيزكي نفسه، فاكر نفسه هو اللي كذا وكذا وكذا، فاهم؟ فيجر إليك ألسنة الناس
وتتطاول ألسنة الناس عليك وتنقص ينقص قدرك عندهم وتسقط من إيه من نظرين. هو فاكر نفسه كامل وفاكر نفسه كذا وهكذا. ويوجب مقتك عند الله لقوله تعالى إيه فلا تزكوا أنفسكم. فإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند غيرك فانظر إلى أقرانك إذا أثنوا على أنفسهم بالفضل والجاه والمال، كيف يستنكره قلبك عليهم ويستثقله طبعك؟ فكيف وكيف تذمهم عليه إذا فرقتهم؟ فاعلم أنهم أيضا في حال تزكيتك لنفسك يذمونك في قلوبهم ناجزا وسيظهرونه بألسنتهم إذا فارقتهم. طيب، فإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند غيرك فانظر إلى أقرانك. الفارق في كل ده القلب، ولذلك وأخذ ذلك أنه يجوز أنك أنت بل يجوز أنك أنت تذكر نعم الله عليك. ولذلك ألف الإمام السيوطي التحدث بنعمة الله تعالى، كتاب يتحدث بنعم الله تعالى عليه أنه وصل في الفقه كذا وكذا وكذا، ده من باب يبقى قالوا إيه من باب التحدث بنعمة الله تعالى عليه مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إيه أنا سيد آدم ولد آدم ولا فخر. خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهو أثنى على نفسه لكن أرجع الأمر لله تعالى، قالوا كلمة ولا فخر وإنما فخري بالله تعالى، معنى ولا فخر أي إنما أفتخر بذلك أنه من الله تعالى وأنه أعطاني ذلك من غير حول مني ولا قوة. فيجوز لو كان المعنى القلبي هنا أن أنا إيه بأذكر نعمة الله تعالى علي، ها، ومن باب النعمة أن الناس تقتدي بي وما إلى ذلك، كل ده يبقى ماشي في السكة السليمة وحلو وصحيح. لكن لو قصده بقى تزكية النفس وأن الأمر ده راجع لنفسه هو اللي اكتسب وده بذكائه أتيته على علم عندي أو أتيته على علم، ده المعنى الباطل. طيب، فإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك يبقى القلب بيفرق من الأشياء دي، زي التفريق بين النصيحة والغيبة. النصيحة واجبة في بعض الأحيان والغيبة حرام وكبير، فالقلب هو اللي بيميز بين ذلك. فإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند إذا أنت عرفت يعني أن ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند غيرك فانظر إلى أقرانك، ولا عند الله طبعا لا يزيد في قدرك عند الله تعالى، بل من ساوم نفسه فوق قيمتها رده الله إلى قيمته. ها، اللي بيحاول يرفع نفسه زيادة ربنا هيرد القيمة، من كلام الإمام الشافعي أو كما ورد عنه. فإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند غيرك فانظر إلى أقرانك إذا أثنوا على أنفسهم بالفضل والجاه والمال، أنت سمعتهم بيثنوا على أنفسهم، كيف يستنكره قلبك عليهم ويستثقله طبعك؟ اللي بيثنوا على أنفسهم دول وكيف تذمهم عليه إذا فرقتهم؟ فاعلم أنهم أيضا في حال تزكيتك لنفسك أي بلسانك يذمونك في قلوبهم ناجزا وسيظهرون ذلك الذم ها بألسنتهم إذا فارقتهم. السادس اللعن، الأمر اللي مذكور عنه ومنهي عنه من اللسان اللعن. فإياك أن تلعن شيئا مما خلق الله تعالى من حيوان أو طعام أو إنسان بعينه. الله الله، شوف العلامة. ولا طبعا الإنسان بعينه دي شرحنا فيها محاضرتين في الإحياء. ولا تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشرك أو كفر أو نفاق، فإن المطلع على السرائر هو الله تعالى، فلا تدخل بين العباد وبين الله تعالى بأنك أنت تحكم عليهم، إن الله لم يجعلك حاكما على العباد بل هو الحاكم سبحانه وتعالى على عباده. يبقى فإياك أن تلعن شيئا مما خلق الله تعالى من حيوان أو طعام أو إنسان بعين. وقلنا أن يجوز أن احنا الوصفات المذمومة نتكلم فيها، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا بدون تعيين الشخص، ويتكلم عن صفات ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، ماشي الوصف، لكن لا تلعن حيوان بعينه أو طعام بعينه أو إنسان بعينه. لما كانت المرأة تركب الدابة فلعنتها قال انزني عنها فإنها ملعونة، وبعدين إيه أطلقوها ما حدش بقى يركبها بعد كده الدابة الملعونة دي الناقة يعني. ولا تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشرك أو كفر أو نفاق، فإن المطلع على السرائر هو الله تعالى، فلا تدخل بين العباد وبين الله تعالى، إلا من نطق بالكفر الصريح ها المريح الذي ليس له علاج، عند ذلك لا نرد إلى الإسلام ونجادله بالتي هي أحسن وما إلى ذلك.
واعلم أنك يوم القيامة لا يقال لك لما لم تلعن فلانا ولما سكت عنه، بل لو لم تلعن إبليس طول عمرك ولم تشغل لسانك بذكره لم تسأل عنه ولم تطالب به يوم القيامة. واعلم أنك يوم القيامة لا يقال لك لما لم تلعن فلان. في ناس يقول لك إيه، لازم تلعن كل الطواغيت، هؤلاء عقلهم ضيق. طب افرض في طاغوت انا ما اعرفوش، ما الطواغيت دي غير محصوره، خلاص افرض واحد ما لعنتوش، قال لك اذا ما لعنتوش تبقى انت كافر، انت عداه، انا بريء من كل دين يخالف الاسلام وخلاص انتهى الامر. لازم تلعن كل الطواغيت؟ فإياك أن تلعن شيئا مما خلق الله تعالى من حيوان أو طعام أو إنسان بعينه، أي فكلمة بعينه متسلطة على الحيوان والطعام والإنسان. ولا تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشرك أو كفر أو نفاق، فإن المطلع على السرائر هو الله تعالى، فلا تدخل بين العباد وبين الله تعالى. واعلم أنك يوم القيامة لا يقال لك لما لم تلعن فلانا ولما سكت عنه، بل لو لم تلعن إبليس طول عمرك ولم تشغل لسانك بذكره لم تسأل عنه، أي بذكر لعنته واستبعاده، يعني رغم أن الله لعنه في الكتاب الكريم، لعنه الله على إبليس، ولم تطالب به يوم لم تسأل عنه ولم تطالب به يوم القيامة. يعني إبليس هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خلاص ما ذكره الله لتستعيد بالله تعالى منه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتلجأ وتجأر وتلتجئ وتستعيد بالله تعالى أن يعيدك منه ومن شره، لكن هو أحقر وأدحر من أن يكون له أثر، مخلوق من مخلوقات الله مذموم ومضحوك، خلاص، لكن ربنا أمرك بكده فأنت بتذكره وتستعيد منه لأمر الله تعالى، وهو لا يملك لك نفع وضر، إنما دعوتكم فاستجبتم لي، وهكذا. وإذا لعنت أحدا من خلق الله تعالى طلبت به وسئلت عنه يوم القيامة، أي يوم القيامة، ولا تذمن شيئا مما خلق الله تعالى. ده الكمال بقى، لما قال لك ما تلعنش قال لك الدرجة العالية في الكمال، ما تذمش حد، كلها مخلوقات الله تعالى. ولا تذمن شيئا مما خلق الله تعالى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يذم الطعام الرديء قط، بل كان إذا اشتهى شيئا أكله وإلا تركه عليه الصلاة والسلام. من أمثلة الأدب العالي في مثل ذلك الشيخ السبكي، التاج السبكي كان ماشي مع سيدنا التقي السبكي الكبير، يقول القرآن وأنا القرن السادس دو السابع يعني بعد النووي، فقام إيه التاج السبكي بيفسح الطريق لوالده أو جده يعني، فلقى كلب في الطريق جه، فالكلب يعني زي ما تقول اعترض، أم الشيخ التقي قال له إيه، بربي ابنه ولا حفيد، يقول له لما تقول له كذا هكذا، ألم تعلم أن الطريق بيننا وبينه مشترك، الكلب يمشي في طريق أنا يمشي في، أم قال له ولكنه قد يتعرض لنا، قالهم أنا قلت له وصفته بما هو من خلقته، قال ولكنك قلتها له على سبيل الزجر والذم، تقول له يا كلب، قال له انت قلتها له كمان على سبيل الزجر والذم، ما تذموش ولا تذكره، واضح؟ زي ما ورد يعني عن في الاسرائيليات عن سيدنا عيسى عليه السلام انه مر به خنزير، الخنزير مذموم ايضا عند اهل الكتاب في الاصل العقيده بتاعتهم، خلاص، فقال انفذ بسلام، مر بسلام، بس الامر هي. طيب السابع الدعاء على الخلق، فاحفظ لسانك من الدعاء على أحد من خلق الله تعالى، وإن ظلمك فكل أمره إلى الله تعالى. ففي الحديث إن المظلوم لا يدعو على ظالمه حتى يكافئه، ثم يبقى للظالم فضل عنده يطالبه به يوم القيامة، أي لو تعدى في الدعاء على الظالم يقتص منه يوم القيامة. فاحفظ لسانك، ده في إيه؟ في الدعاء على الخلق، ولذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول إيه، من قال هلك الناس كان هو أهلكهم أو أهلكهم، روايتين، يبقى هو أشد هلاكا فيهم أو هو سبب الهلاك. فاحفظ لسانك عن الدعاء على أحد من خلق الله تعالى، وإن ظلمك
فكل وإن ظلمك فكل أمره إلى الله تعالى، أي وكل أمره إلى الله تعالى. ففي الحديث إن المظلوم لا يدعو على ظالمه حتى يكافئه، يفضل يدعو عليه لغاية لما خلاص أخذ أصل المظلمة بتاعته انتهت. ثم يبقى للظالم فضل عنده لو تعدى في الدعاء عليه، ها يبقى للظالم فضل عنده يطالبه به يوم القيامة، يطالب به المظلوم يوم القيامة. والحديث الصريح في ذلك من دعا على من ظلمه فقد انتصر، يبقى أخذ حقه، لو دعيت عليه يبقى أخذ حقك. طب وتاخد حقك في الدنيا ولا يستوفي الحق؟ ومش هتاخد المال، أنت كده أخذت حقك منه، لكن ما فيش أثر خدته معنوي، أثر حسي، خدت أثر معنوي بأنك أنت انتصرت. لكن يوم القيامة لو وجدت صبرك ذلك واحتسابك لله تعالى لتمنيت ألا يجاب لك دعاء. ماشي، دعاء كان فيه تعدي بشرط أنه لا يليق الفعل اللي فعل، فيقول اللهم أدخل نار جهنم منخلدا فيها أبدا، مش فيه تعدي كده على جنيه، يقول اللهم أدخل نار جهنم خليدا فيها منخلدا أبدا، تحدي هو في الدعاء، ظلم في الدعاء، يقول اللهم رد إلي الجنيه، أو اللهم اعفو عنه. لو دعيت بالعفو يبقى أعلى، أعلى الصالحين يدعو بالعفو بأعداد معينة، 450 دي بس طبعا حسب الله أن الوكيل العوام ها يقولونها بنية الضرر، أنا عايز أضر، لا يا حسب الله أنا كافيني الله، يعني أنا بس عايز ربنا يكفيني شر، مش أن أنا أعتدي عليه بالضرر بأن أستخدم كلام الله أو الدعاء لي فإن أتعدى عليه، لا يبقى حسب الله أنا كده العوام، بعض العوام يستخدموها إيه فإنما ينتصر لنفسه ويرجع بالضرر أو الانتقام على من ظلم، هي مش مأخوذة كده، هي موضوع ايه كافيني الله يكفيني، ما حسبي بمعنى كافيني الله كافيني، وحسبنا الله ونعم الكافي لكل ظاهر وكل خافي. الشيخ سرع الجعفري يقول كده في الديوان بتاعه في المديح، وحسبنا الله ونعم الكافي لكل ظاهر وكل خافي. وطول بعض الناس لسانه على الحجاج، فقال بعض السلف إن الله لا ينتقم للحجاج ممن تعرض له بلسانه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه. الله مظبوط، إن ما حد ربنا كما قلنا المرة فاتت لم يسمح ويبيح المولى عز وجل غيبة أحد إلا المجاهر بنفسه كما ورد عن الحديث، ها كل أمتي معافى إلا المجاهر أيضا، ومن باب النصيحة والأمر معروف عن المنكر ده كله ماشي، لكن لم يسمح أحد المولى عز وجل لأحد أن يغتاب أحدا إلا بالشروط المستثناة وليس منها الحاكم، إن يجوز الغيبة للحاكم ولا يجوز الغيبة للغير، ما حدش قال كده من العلماء، الحاكم كبقية الناس عبد من عباد الله تعالى سلطه الله عليك ناس، فأنت كان العلماء عادتهم إن هم إيه يدعون للحكام، بل لما ترك العز بن عبد السلام الدعاء للخليفة قامت الدنيا وقعدت، ما عاش للخليفة يوم الجمعة، قالوا بقى وكده، ولذلك جابوا الخليفة وحبسوا، قالوا أنت ما بتدعيش ليه؟ قال له فيهم ظلمت كذا وكذا وكذا، وقعد يكلم، بس كان كونه حدث من الخطبة الدعاء للخليفة كان نتيجة أثر عجيب، فاعتادوا الدعاء اللهم أصلح الرعي والرعية واكشف عن هذا البلد وبلاد المسلمين كل بلي، ما أنا عايزه يخش نار جهنم إيه هستفيد إيه يخش نار جهنم، يعني هيكون ده هتشفف إيه، ده يبقى نفسك غير سوية أصلا. البعداء مش أنتم طبعا، نتكلم كده على الإيه. وطول بعض الناس لسانه على الحجاج، فقال الله بعض السلف وهو محمد بن سيرين إمام المعبرين ناهيا عن تطويل الكلام على الحجاج كما في راخ العبودية، إن الله لا ينتقم للحجاج ممن تعرض له بلسان، مش غيبة هتحاسب عليه، وقد تكون نميمة وقد تكون بهتان، كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه، كما ينتقم من الحجاج ممن لمن ظلمه. ماشي. الثامن المزاح والسخرية والاستهزاء بالناس. طيب حتى غير فاحفظ لسانك، المزاح والسخرية والاستهزاء بالناس، لكن لا مانع، المراح في المزاح كتاب ألفه الإمام السيوطي عن المزاح، وتكلم عن كيف مزح النبي صلى الله عليه وسلم وكيف مزح العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم مازح المرأة
العجوز وقال لا يدخل الجنة عجوز فولت تبكي، فقال أقول لها إنها إيه إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا. طيب فاحفظ لسانك منه في الجد والهبل فإنه يريق ماء الوجه. راجل عندي دي نسخة مشكلة لكن متبهدلة. قال في الجد والهزل، الجد ده اللي هو الجد خلاص والجد الغنى، لكن الجد هنا اللي هو مقابل الهزل. فإنه يريق هي يريق ماء الوجه ويسقط المهابة ويستجر الوحشة ويؤذي القلب. ويسقط الإنسان من عيوه لو استمر كده زائد، كل شيء له اعتدال، لو استمر وزاد عن حده ينقلب إلى ضده كما قال الإمام الغزالي برضه في الأحياء خلاص. ويؤذي القلب وهو مبدأ اللجاج المجادلة والمماراة، وهو مبدأ اللجاج والغضب والتصارم، الناس تسب بعضها بعضا. ويغرس الحقد في القلوب فلا تمازح أحدا فإن مازحوك فلا تجبهم وأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. وكن من الذين إذا مروا باللغو مروا كراما خلاص واضح. لكن المزاحة العادية كده الاعتدال فيها مرة اثنين لكن مش ليل نهار، في ناس كده على طول. فهذه مجامع آفات اللسان ولا يعينك عليه إلا العزلة. مجامع آفات اللسان كما قال برضو أظن الإمام الغزالي إن الله تعالى جعل اللسان حاجبين، الأسنان والشفتين خلاص. إيه قفلوا بإفلين الأسنان والشفتين. ولا يعينك عليه إلا العزلة، أي على إيه آفات اللسان، أو ملازمة الصمت، أو ملازمة الصمت إلا بقدر الضرورة. فقد كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يضع حجرا في فيه أي في فمه ليمنعه ذلك من الكلام بغير ضرورة، ويشير إلى لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد كلها أوردني الموارد كلها، فاحترز منه بجهدك فإنه أقوى أسباب هلاكك في الدنيا والآخرة. وأما البطن والله تعالى أعلى وعلى، نقف عند البطن ده ماشي، هي واردة يعني سمعناها. وأما البطن فاحفظه من تناول الحرام، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في أسئلة؟ السب واللعن هو إيش؟ السب من ضمن أنواع اللعن، كأن اللعن يقصد به لفظ اللعن، لعنة الله على فلان أو لعن أو يلعن الله فلان. أما السب أعم بألفاظ أخرى ماشي، قتال زي إيه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق أعم بقى من اللعن. اللعن ده ليه ده خاص، إن اللعنة دي بتطلع للسماء وبعدين تنزل فلا تجد لها مخرجا من السماء الدنيا وتنزل فتذهب يمينا ويسرا كما ورد في اللعن، ها فتذهب إلى من ألقيت عليه فلا تجد مخرجا، تذهب إلى من ألقيت عليه فإن كان أهلا لها بقى بها وإلا ردت على صاحبها. ده خصوص اللعن، أما السباب أعم من لفظ اللعن. وجدت حديث صريح يخالف ما وموافق للجمهور خلاص جايز، الردود جايز مثلا الذي يردون لابن تيمية مثلا، ما هم العلماء، هو في عالم معصوم لدرجة أن بعض الناس قالوا إيه الأصول خمسة، القرآن والسنة والإجماع والقياس وابن تيمية. هو بالفعل هم بيعتبروا كده، هم بيعتبروا كده، قال ابن تيمية يبقى ده معصوم، هم بيعتبروا كده الوهابية والسلفية وده خطأ. ابن تيمية عالم كبير من علماء الحنابلة من مجتهد المذهب، بل عامل زي النووي عند الشافعي، وإن قوله هو الراجح ومعتمد الفتوى وإن خالف أئمة المذهب، لكن لا يقتضي ذلك عصمته، لا يقتضي ذلك إن أنا أتبعه كل شيء. رد على ابن السبكي وهو مجتهد، اثنين كانوا يسمونه في العصر بإيه شيخ الإسلام، ابن تيمية وابن السبكي خلاص، رد على ابن السبكي وجمع له المسائل كلها وأمر بسجنه خلاص، لا منع من ابناء لأنهم ابتدوا يزدادوا في ذلك الأمر. ابن تيمية خالف الإجماع في 70 مسألة واضح، فأما أوضح كده حتى لا، لأن زي بالظبط المسألة اللي كنت بقول لك النهاردة، يجي واحد وأنت عند القبر بتدعو يقول لك ما فيش دعاء عند القبر ده بدعة، قلت لك ده ابن القيم قال، يقول لك ابن القيم قال كده، طب وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟
أرسلوا لأخيكم التثبيت، يبقى أنا بتبع الدليل. أقول له مع الأدب إن أنا بتبع سيدنا صلى الله عليه وسلم، أو نقول له إن أنت لا أنت ولا أنت مجتهد ولا مجتهد، نتبع أئمة الإسلام، ولا حجر على واحد في أن يتبع أي إمام من الأئمة، بس نوضح المسائل كده وبس، لكن لا نسب أحدا ولا ننتقص من أحد، إنما نعطي كل دي حق حقه، مع إن إحنا نبين الحق لا مانع. أما استشرى هذا الفساد في الأمة بأن ابن تيمية وصل إن هم جعلوا ركن من أركان الإسلام، فإذا قال قول يبقى مقطوع به هو وابن القيم، بينما هو مش معصوم زي أئمة الإسلام خلاص، بل بالعكس منه من سبقه كان. والواحد بالبحث بيجد بالفعل حاجات عجيبة، إن أهل السنة أئمة الدواوين أمروا بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن تيمية قرون، بأربع قرون، ابن ماجه والترمذي والحاكم في المستدرك والبيهقي كانوا يقولون بدعاء التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الحاجة. ها، وهو ما جاء يعني الضرد برضو لازم نظهر الحق من العبارات اللي وقعت فيه بتوفيق الله تعالى، أنه قال ابن تيمية في دعاء الأعمى، ها، رواه أئمة الحديث في دلائل النبوة. لا، مش مروي في دلائل النبوة بس، ده في 18 موضع أن رووه في صلاة الحاجة. هو عايز يقول إيه؟ أن هذا الحديث خاص بعهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من دلائل النبوته. أقول له لا، لعله غفل عن ذلك، أنا كتبت كده بالعبارة في البحث، لعله غفل عن ذلك أن أهل أصحاب دواوين السنة رووه في صلاة الحاجة. ده نفس اللي بينقل عنه، واحد بينقل عن ابن تيمية وبيؤيد رأيه، يقول إيه؟ وقد قال ابن ماجه، وطبعا بيقول له إيه؟ ما يجوزش التوسل، وقد شيخنا كان بيقول بالتوسل من بقى توسلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه في الخطبة بتاعت الجمعة، خلاص رضي الله عنه وأرضاه، ده الحق. فهم؟ ان ابن ماجه لما ترجم للدعاء بتاع التوسل الاعمى قال، بالرغم ان النسخه دي يمكن مش موجوده عندنا، قال لكن ذكر احد اتباع المذهب ده قال ايه، وقد ترجم له اي عنوان الباب باب دعاء الاجابه، اي الدعاء اللي انت بتجاب بيه، عايز اكتر من كده؟ واضح. فاحنا مع الحق، ولكن لا ندم عالما ولا ننتقص منه، وشيخ الاسلام ايه يعني مش حرج، لكن بينه وبين انا اقدم ابن السبكي عليه لان الشيخ وانا شافعي، لو قلد الحنابله في كتير من المسائل صرنا عندي نتبع الدليل الان في المسائل، لا لا يذم ولا يفتقس. ما نعم، لو نحذر على الناس حتى لا ينتشر افكارهم، مظبوط، اطلب ذلك يقينا لانها دعاوى كاذبه. نعم، يعني واحد يقول لك النقاب فرض باجماع، عايز يجعله فرض وباجماع، اقول له دي دعوه كاذبه على الاسلام، ليس ذلك من شرع الله تعالى. فالامام مالك لم يقل بوجوب النقاب، وتقول لي اجماع، هو الامام مالك قليل في الاجماع الامه، لو الإمام مالك انفرد بس، ده عند الإمام مالك فيه قول بالكراهة، أي عند الإمام مالك فيه قول بالكراهة. فهمت إظهار الحق ليش المتقي الهندي؟ نعم، إيش تاني؟ في مقابل بعض الناس يعني من يريد أن يظهر الحق عن ابن تيمية وابن القيم أسرفوا، لا يتطول عليه، عالم ومعروف، وهو معتمد عند الحنابلة زي يعني يكاد يكون يقرب من النووي عند الشافعي، لكن هم بيخلفوا برضو في مسائل نفس الحنابلة نفسه، ها، وتجد لهم حاجات عجيبة يعني، يجب الذب برضو عنه، بس أسلوب علمي، كل حاجة بالعلم. ده ها يلزم منه، ولذلك أقول لك ابن تيمية عمل لك مثال الشيخ علي مرة رضي الله عنه، تقول قولك منه هذا يلزم منه التشبيه بالله بخلقه أو اتصاف الله تعالى بصفة المخلوقات، ماشي. هو ابن تيمية دافع عن ذلك دفاعا مستميتا رغم أن عباراته ظاهرة، بس مرة سيدنا الشيخ علي بقول له مين أكثر واحد تكلم بتوسع عن قاعدة لازم المذهب ليس بمذهب؟ قال لي ابن تيمية، مش عارف خدها 150 صفحة ولا حاجة في الفتاوى، يعني هو كان بيدافع كده، وزي كان بيقول له إنه يروغ تيجي تمسكه مش هتعرف. ولكن طبعا في التناقضات، زي البوطي يتكلم، السيدة أبو غدة يتكلم، فتكلم سيدنا البوطي عن ابن تيمية وقال إنه نقد كلامه بعد صفحة، قال هنا آه وهنا قال لا، هنا أثبت وهنا نفى، فده كلام العلماء الأكابر وإحنا بنتبع بس، مش عارف، لكن إحنا مش علماء ولا بتاع. يجوز طبعا ويجب إظهار الحق. في حاجة تانية؟ مثلا الظاهرية ممكن إيه؟ أنا رأي الإمام النووي، هو في خمسة آراء في مذهب الظاهرية، لكن رأي الإمام النووي أنه لا يعتد به مذهب الظاهرية لا في الإجماع ولا في الخلاف، ولا في الخلاف، ولا إلا لو وسعنا الإجماع قوي هيبقى مفيش حاجة مش مجمع عليه، هنقول بقى نكاح المتعة جائز وكل حاجة جائزة، وأكل الحمر اللحوم الأهلية حمر اللحوم الأهلية، لأن لو توسعنا السقف بتاعنا الأئمة الأربعة بأتباعهم على مدار الزمان، أنا مش بقول الأئمة الأربعة بس، مدرسة الشافعية كلها إلى الآن دي سقف، والمالكية والأحناف والحنابلة
دول السقف بتاعنا، اللي بعد كده خط احمر ما تعدهوش. حتى وعشان ترتاح اقول لك الاقوال المرجوحه في المذهب ده، ما ده المذهب قال بيها اهل السنه، ولو قول مرجوح ها يبقى ده من ضمن السقف بتاعنا واسع، هو ما يجعليش ان انا اروح للشيعة في قول لم يقل به احد من اهل السنه، ها، ولا اروح ايضا لابن حزم فيما احد لم يقل من اهل السنه. ولذلك الامام النووي من المسائل اللي حررها قال ايه، اجمع من يعتد به من العلماء على انه من ترك صلاه، شوف من يعتد به من العلماء على انه من ترك صلاه عامدا وجب عليه قضاؤها، وخالف الاجماع ابن حزم، واستدل بادله ليست في محل للدليل، ورد عليه وجاب بحث كبير صفحه تقريبا بيرد على ادله، وقال هو لا، وفي موضع اخر قال لا يعتد به في الاجماع والخلاف، وده رايي انا الشخصي، لكن في مسائل قال له يعتد، يعني فيها خمسه اقوال في البحر المحيط للزركشي، خمسه اقوال في قول في مخالفه ابن حزم، ماشي، لكن انا رايي راي النووي. يلا في حاجه ثانيه، يلا نصرف، والله تعالى اعلى وعلى عز وجل، وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى اله.